مبنى واحد في دبي عدد زواره يساوي عدد زوار دولة البيرو كاملة، وبعد يسوي فلوس أكثر من كل عائداتها السياحية. وعلى فكرة البيرو مو بدولة مجهولة في الخريطة، هي دولة شهدت أقدم حضارات الأرض، لا وفيها معالم سياحية وطبيعية وثقافية، وعدد زوارها سنوياً يوصل لـ 2.5 مليون زائر سنوياً، وهذا تقريباً عدد زوار المبنى اللي بنتكلم عنه. بس قبل ما أقولكم وين مكانه في دبي، خلوني أعطيكم سياق للموضوع. الإمارات دائماً أجندتها فل، كوب 28، أكسبو، القمة العالمية للحكومات، وجايتكس، ومعارض في الصحة والأكل والتكنولوجيا والمال ووايد غيرها. تقريبا كل شيء في بالك عند معرض او مؤتمر في الامارات، وهذا يخلينا نتساءل هل استضافه كل هالمؤتمرات والمعارض يكلف الدوله فلوس؟ ليش الامارات تصرف كل هالفلوس على هالمؤتمرات؟ شوف العائد الاقتصادي للمعارض والمؤتمرات في اي دوله في العالم ممكن يصدم، وخلنا ناخذ مثال دبي. دبي على طول السنه تستضيف اكبر المؤتمرات والقمم في العالم، وجزء كبير من هالفعاليات تستوي في مكان واحد اللي هو مركز دبي التجاري العالمي. في عام 2023 المكان هذا استضاف 301 فعاليه، من بينها 76 مؤتمر ومعرض دولي، مثل معرض ومؤتمر الصحه العالمي، جلف فود، جايتكس، معرض الطيران، معرض سوق السفر العالمي وغيرهم. هالمعارض كلها في 2023 وصل عدد زوارها حوالي 2.5 مليون، ووصلت عائداتها لحوالي 5 مليار دولار، يعني أكثر بمليار دولار من عائدات السياحة في دولة البيرو في سنة 2023. وتذكروا ترى نقارن مبنى واحد بمدينة بدولة كاملة، ولكن مع ذلك مو بهذا اللي أبغي أركز عليه. ولو قارنا عدد زوار مركز دبي التجاري العالمي في 2023 بالسنوات اللي قبلها، بنلاحظ أن المركز استقبل 2 مليون زائر في 2022، و 690,000 زائر في 2021، وتقريبا 528,000 في 2020 اللي هي سنة الكوفيد، يعني عدد زوار هذا المبنى تضاعف 400% في آخر 3 سنوات بس. وبالتالي حجم الانفاق السياحي تضاعف، عدد الغرف الفندقية اللي انحجزت تضاعف، والعوائد الاقتصادية اللي دخلت اقتصاد دبي من قطاعات مثل النقل والفنادق والضيافة والمطاعم ومحلات التجزئة كذلك تضاعف. وتقرير مركز دبي التجاري العالمي يقول أن كل درهم تم انفاقه من قبل أحد المنظمين أو المشاركين في واحدة من فعالياته ولد 8 أضعاف قيمته في اقتصاد دبي، يعني كل درهم ينفق هناك يدخل لدبي 8 دراهم. ونفس التقرير ذكر أن متوسط انفاق المشاركين الدوليين 10,313 درهم في الفعالية الواحدة، وهذا 6 أضعاف اللي يصرفون المشاركين اللي هم من داخل الدولة. فيوم يكون المؤتمر دولي أكثر يعني هذا انفاق أكبر، وهذا شيء طبيعي لأن اللي بيزورنا من خارج الدولة يحتاج إقامات الفنادق وتنقلات وأكل في المطاعم ويسوي شوبينج قبل ما يروح وغيرها وايد. وترى نص المشاركين في مؤتمرات مركز دبي التجاري العالمي جايين من برا، يعني مشاركين دوليين ويصرفون نفس ما قلنا 6 أضعاف المشاركين اللي هم من داخل الدولة. وبعدنا حتى ما تكلمنا عن الوظائف اللي تدعمها الفعاليات هذه اللي وصلت لـ70,000 وظيفة بس في هالسنة، وما تكلمنا حتى عن الصفقات اللي تتم داخل المعارض وعلى هامشها، ولا عن الدور اللي تلعبه في تعزيز مكانة وصورة المدينة والدولة كوجهة ومركز عالمي اقتصادي وثقافي. فإذا سمعت مرة عن مؤتمر أو معرض يستوي في دبي أو في الإمارات عموماً، ما تقول ليش كل هالمعارض والمؤتمرات، لأنك الحين عرفت لي.